وين ما ادري وين فهد، بس الله يستر لك يكون في ذوم ولا بصر ورانا صلاه. والله اشوف انا من الناحيه شاك يعني، عشان كذا باخذ لي الفيلم 2 وبقعد اقحن فيه الين يطلع من خشمي. خذ خذ ذبحتنا التبريد. يلا شباب حييك. هلا هلا والله هلا. اثنين يلا من جاي. وينك يا فهد؟ اغطيت علينا. لا معليش مو مشكله. راكم تقهوه مو طيب. بس تلمح دق دق في النعمه يا جماعه. دق في النعمه. تحط نبدا شوربه؟ شوربه اي. عطني لا تكفى. يلا ابشر. صب الشباب. والله حدث اليوم. هلا هلا هلا. اي مع فهد. بس احسن شيء سويته يا فهد انه يا اخي صلاة استغفر الله يا اخي. لا يا اخي من صحنك وصحنك هدية يا اخي. صلاة يا اخي اصلا هدية للمسلمين. هدية للمسلمين. اي والله. الريحة تعرف بالضبط وش فاطر وهو ساجد. اي والله يا اخي. يا اخي مشكلة يا اخوي. اخي انا ما ادري هذول شلون اصلا يخشعون في الصلاة يعني. اوكي ما يعني ما اختلف معاك، كل واحد يعيش جوه في الفطور بس مو على حساب الناس الثانيين. فاهم علي؟ شهر رمضان شهر فضيل مليان روحانية، شهر جميل. بس المشكلة في ناس يسوون أشياء خايسة واجد ذا الشهر، يعني مثلا اللي يسمون البرامج. أول شيء خايس برامج الراديو. ما حد يسمع راديو فهد. شنو؟ أوكي أوكي. عندنا برامج التلفزيون ترى مسخت السنة الماضية. لعبة المرأة رجل، ملحق بنات، بنات الجامعة وصبايا واضحة. وجت السنة هذه وخربوا أمها. قاصرات، مطلقات صغيرات، لن أطلب الطلاق، بركان ناعم. ما واضحة جدا يعني. أنا أقترح عليهم السنة الجاية يصيرون صريحين مرة واحدة وشفافين وغيرون أسامي مسلسلاتهم ولا شيء، مثلا 05 من السرة وتحت، بنات سهالات، الشابورة والأخير. المشكلة المسلسلات هذه حتى لما يجي وقتها ما تقدر تتابعها. كل البيت يسولف، أبوك يبي قهوة، يا سرياتي وين القهوة؟ وين طب الشاي؟ الواحد ما يقدر. أخوك يدور شاحن الجوال حقه. فهد 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 وين ودي شاحني؟ ودي شاح وين؟ فهد فهد. وأمك تبيك تروح تجيب الكنافة من المطبخ. في الأخير تلاقي لك حل، تطلع تدور زبنتك، ايبادك بيدك، مخدتك تحت ابطك، تدخل تحت فراشك، تغطي نفسك ببطانيتك وتتابع مسلسلك. وينفتح الباب. وين الايباد؟ هنا معي. ليه؟ عط اخوك يبي يلعب انجري بيرلد. يبقى قصدك انجري بيرلد. انجري بيرلد ولا كلمه سامع ولا لا؟ جيب الايباد جيبه. بس تدرون وش صار بعد هذا الشهر؟ شوية انفصالات وإعادة تشكيلات مثيرة للاهتمام الصراحة. ناصر القصبي مع عبد الحسين عبد الرضا، سعد الفرج مع عبد الله الصدحان. بس تدرون إيش الثنائي اللي تحدى الزمن وجميع الظروف وتحدى المصاعب ومقص الرقيب وأمواج التغيير؟ سعاد عبد الله وحياة الفهد. يعني تبين لي انه سعاد عبد الله اقرب شخص لحياه الفهد. تدرون وش اقرب لحياه الفهد من سعاد عبد الله؟ الجدار. تدرون ليش حياه الفهد ما عمره مثلت المسلسل بدوي؟ عشان البرمه في جدران يا بوي. كل عام وانتم بخير ومبارك عليكم الشهر. مستمرين معاكم في برنامج لا يكثر في رمضان، وهذه باذن الله اولى حلقاتنا في هذا الشهر الكريم برعايه فيمتو. لا تنسون تسوون سبسكرايب عشان توصلكم الحلقات اول باول، وباذن الله الحلقه الثانيه قريبا. شكرا لكم على المتابعه.